كل التحيات لكل الأصدقاء المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشاكل وحلول. يمكن المشكلة اللي رح نحكي عنها اليوم يتبادر إلى أذهان البعض أنه هذه المشكلة انحلت ومشي الحال، ولكن مؤتمر صحفي من هون، تصريح من هناك، والتحرك إنجاز التعبير على الأرض للعمال المقاومين بكهرباء لبنان بخلينا نتوقف عند هذا الموضوع ونسأل بدقة ونحلل مع ناس بيعتبروا أنه هيدا هو همهم يقدروا يكونوا إلى جانب العمال. بحلقة اليوم رح نحاول نحن وانتو نتشارك بتشريح الأمور إذا قدرنا أنه نوصل لحلقة أو نهاية حلقة من خلالها نوضع النقاط على حروفة نقول هذا هو الواقع وهذه هي المشكلة ومفترض أن يكون هذا هو الحل. اسمحوا لي رحب بمارون الخولي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان. نقيب اشتقنا لك وأهلا وسهلا فيك. وأيضا من العمال المقاومين معنا هشام عودي اللي هو عضو لجنة العمال المقاومين وجبات الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، كمان أهلا وسهلا فيك. بدي أبدأ من عندك مارون إذا بتسمح لي. حضرتك أنت كرئيس اتحاد عام لنقابات عمال لبنان سعيت بالبداية ودخلت على خط معالجة قضية المقاومين، وطبعا كتار سمعنا انهم دخلوا راحوا فاوضوا اجوا اجتمعوا طلعنا نزلنا بعدنا محلنا. اليوم الساعه 9 لبنان مخول عمل مؤتمر صحفي تيقول يا جماعه 1 2 3، كل هذه المعطيات وين هو حلها حتى ما نقول انه القضيه قضيه سياسيه تحتاج الى وفاق سياسي؟ هي بالاساس قضيه عماليه، ولكن اللي صار دخلوا السياسه عليها وتسيست، ومشان هيك ما فيها حلول. يعني اليوم اذا بتاخذ كل شيء اليوم الاساسي في لبنان كتر خيرك، هيك دغري من الاول ما فيها حلول؟ لا حقيقه، اذا شوف السياسه اليوم في لبنان اليوم. نعم. شوف اليوم البلد اليوم باي قضيه اليوم ما عندك حلول، لانه التدخلات والتجذبات السياسيه. نعم. على كل المستويات. وكيف بالتالي اذا جينا بنحكي على المقاومين، حقيقه مشكله المقاومين هي مشكله عماليه صرف، ولكن التدخل السياسي اللي صار فيها وكلنا بنشهد ونعرف كلنا كيف صار التدخل. نعم. السياسي على اعلى المستويات، يعني مش انه على المستوى حتى مش على مستوى العادي. لوين وصلنا؟ وصلنا انه كان في حلول جزئيه وحلول سياسيه، يعني بمعنى اخر انه عملنا حاولنا انه يخي يلا هلا بلا هالضجه وشوفوا رتبونا يا القصه هون. نعم. طب وانتم الشركات حملوا شوي صغيره بس حتى نسكت الموضوع نرتب القصه. ويا دوله بتحمل شوي وشركات بتحمل شوي، ولكن كان الحل جزئي، والحل كان كمان حل سياسي انه يا اخي هلا سكرونا الضجة، خاصة انه هذا الملف عم بيعمل مشاكل بين اطراف سياسية متحالفة او متخاصمة فيما بينها، وبالتالي اليوم طلعت براس المقاومين. هشام اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. يعني طبعا احنا بنرحب فيك لحتى نقدر من خلالك نسمع صوتك وصوت يعني زملائك. خبرني شو صاير لحتى وصلتوا لليوم يلي قلتوا في 1+1 لا يساوي 2، هيدا هو الواقع لا يساوي شيء. لا يساوي شيء. نحن أول شيء نشكركم على اللقاء. هيدا واجب، هيدا واجب يكون حدكم لتوصلكم حقوقكم. يعني نحن بلا الإعلام كمان ما فينا إلا ما نكون عم نتشكرهم. نحن محملين أمانة من 1397 مقاوم ما زالوا خارج الملك. نرجع 1397 مقاوم من خارج بعدهم خارج الملك. نعم. في عنا شهداء كمان راحوا من فترة قصيرة لهلأ، ومن يومين كمان راح لنا واحد. الله يرحمه. فهذه الأمانة نحن جايين نحكي باسم هود الشباب كلهم سوا اللي حق مهدور، مش اخدين أدنى حق من مكتسباته اليومية. طب اليوم في اتجاه لكم، يعني في اتجاه بالتصعيد، يعني انتم اليوم واقفين للعمل؟ نحن في اتجاه بالتصعيد. كل المقاومين ولا انتم بس شركه دباس؟ لا شركه دباس هلا. لانه نحن هلا كمان عم نشتغل بشكل عام. قديش العدد؟ يعني المتوقفين عن العمل، يعني اليوم المتوقفين عن العمل بحدود 700 وشي، يعني نص العمال 700. نعم. يعني عندك الجنود بس اليوم انتم متوقفين عندك سيدي؟ لا عندنا هلا نحن توقف مفتوح لحين انه نقبض مخصصاتنا. كان في بيان طلع رح تقبضوا؟ طلع بيان من شركتنا. نعم. شركة دباس خلال اسبوع. نعم. على اساس خلال اسبوع انه بيعطوا مصاري لهالناس. تواصلنا مع رئيس الاتحاد بعد الاسبوع الاستاذ بشاره الاسمر. نعم.
وحكى مع المدير عندنا بمؤسسة الـ NEU وقالوا له طول بالك خلال يومين كمان نكس الوعد، يعني يمكن في مشكلة مادية طول باله على شو لك؟ في شيء تصعيدي كان؟ لا انه طول بالك لنحلها هاليومين. نعم بس البيان طلع، البيان طلع وطلع مذكرة من شركة الـ NEU انه خلال اسبوع. طب استاذ بارون اليوم يعني حضرتك انت يعني من موقعك وقت اللي يعني مؤسسة او شركة تصدر بيان رسمي وما بتنفذه، مسؤولية مين تبعها؟ وزارة العمل هون ولا مين؟ لا المعطيات انا ما عندي اياها بس مثل ما عرفت هيك. لا لا بالعادة عم نحكي بالعموم وقت اللي شركة تتعهد وما بتدفع. ايه بس بدي اقول لك انه انا اليوم اذا الدوله ما دفعت لي كيف بدي ادفع لهم؟ ما هيدي مربوطه بموضوع الدوله حتى ما تكون مش انه عم تشتغل، يعني هيدي متعهده عم تشتغل للدوله وبالتالي مش دفاعا عنها ولكن عم نحكي الامور ببساطتها بمنطق يعني بمنطق الامور حتى نكون جديين بالبحث. ايه بس استاذ نحن في شغله هون يعني اللي انه هيدي الشركه اللي اجت طبعا كمان مش هجوم عليها. انا على ما عندي معطيات. انا عم نحكي على دباس يعني هلا احنا عم نحكي على شركه دباس. نعم صحيح نحن عم نشتغل بهذه الشركه وكنا عم نقوم باكمل يعني واجبنا على اكمل وجه. نعم. وما زلنا بس نحن وقت اللي بنصير 15 و20 الشهر ما قبضتوا بعد شهر العاشر بعد ما قبضناش الشهر اللي مرق. نعم. طب في ناس عندها التزامات بالمدارس وعندها بنوك وعندها طب شو حجة الشركة؟ قصة. حجة الشركة انه بتقول انه مؤسسة الكهرباء ما دفعت لها ومؤسسة الكهرباء بتقول انه شركة ما طب انتم بهالحالة لانه كنتوا عم بتقولوا او وفق البيان انه كانوا يتأخروا عليكم بالسابق مزبوط؟ ما كانوا يتأخروا بالسابق ما كانوا يتأخروا بلشت الامور من وقت اللي بلشوا يجددوا له الشركات ثلاثة أشهر بلشت الامور ترجع لورا. تسمح لي بدي اخذ اتصال من رئيس الاتحاد العمالي العام دكتور بشار الاسمر. الو يعطيك العافيه. الله يعافيك انت منور اليوم منور دكتور بشاره. منور دائما. احنا بنتشكرك على اضاءتك الدائمه على هالاوضاع استاذ الاولى وهذا شيء مش غريب عنك. يطول عمرك يطول عمرك. اليوم حضرتك يعني كنت دخلت على خط الوساطه بين المياومين وشركه دباس والاداره المعنيه، يعني الشباب اليوم متوقفين عن العمل وبيقولوا ما راح يرجعوا الا لحتى توصلهم حقوقهم. قبل بمرة حضرتك انت دخلت بعد البيان الصادر عن الشركة اللي تعهدت فيه انه تدفع للعمال المياومين. انا بدي اعرف اليوم بصفتك رئيس الاتحاد العمالي العام بهذه الحالة كنت تقول دايما انت مع العمال وبعدك مع العمال، ولكن طلبت التروي والهدوء اسوة باللي عم بيصير بالبلد ومراعاة للظروف. شو بتطلب من العمال المياومين يلي اخذوا قرار بالتوقف عن العمل لتوصلوا لحقوقهم؟ تفضل. طبعا انا مع العمال بكل خطواتهم. نعم. والشباب دايما عم بينسقوا مع الاتحاد العمالي العام قبل اي تحرك، والاتحاد العمالي العام ملزم نعم انه يحصل حقوق هالعمال اللي هن بالفعل مظلومين. نعم. وصار لهم بيعانوا من الظلم سنين طويله، يعني طلعت فوق 3 سنين الامور. وكل ما لقينا نفسنا انه نحن ببدايه حل لهالمجموعة اللي هي من كم يوم صار في شهيد منهم على عمود كهربائي. نعم. عم نلاقي انه الامور بترجع الى المربع الاول. احسب هيك بدها الامور متابعة مع شركة دباس عم تبعها انا بدقائقها مثل ما بيقولوا. ومرة الماضي توصلنا الى دفع شهرين. انما اللي حصل كمان انه في خلافات كانت بين الوزارة وبين شركة دباس. نعم. جددت لبقية الشركات وما جدد دباس، وهون المصيبة الكبيرة مثل ما بيقولوا. ونحن كنا مستنظرين انه يصير في تجديد ضمن حل مرحلة، وانا نعم. طرحته هذا حل مرحلة للشباب. نعم. الحل الدائم هو مفترض انه ناخد اللي نجحوا اللي 139 واحد اني بالكاتيجوري 4 و1 و2 من الاربعة، ومجلس خدمة مدنية نجحوا مفترض تاخذهم. نعم. مؤسسة كهرباء لبنان. نعم. عملنا كمان شوية اتصالات، بعض الاتصالات أدت لنتائج والبعض الآخر كمان ما مشي الحال ورجعت تعطلت هالموضوع. ومفترض كمان يرجع ينعمل مباريات بمجلس الخدمة المدنية للفئة الخامسة. هالشي كله مترافق كان كمان مع حل للي هن كبار بالعمر ياخذوا نوع من التعويض. نعم. وهذا الحل النهائي. هلا الحل المؤقت انه هالشركات شركات التشغيل اللي عم تكون انه تضل تدفع المعاشات. نعم. في تعثر ناتج من بعض الامور عند دباس جربنا امبارح انه نعالجها،
واليوم كمان ما زلنا عم نعالج على هالشغلة. طب شو بتنصحهم اليوم حضرتك رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، شو بتنصحهم؟ أنا قلت لهم أنه التوقف عن العمل جيد وعم نتابع الأمور نحن وياهم. هلأ نحن دايما كنا نلجأ كمان للتصعيد، نعم، إنما بهالمرحلة بالذات طلبنا شوية تروي لأنه الوضع ما بيسمح. بتعرف الوضع كان متشنج خلال هالكم يوم، نعم، وأنا بزيارتي للقصر الجمهوري يعني طلب مني فخامة الرئيس أنه يكون فيه هدوء بالشارع حتى لا يستغل إن شاء الله. وقال حرفيا فخامة الرئيس أنه أنا بخاف من نسيب متني آخر اللي سبب مقتل ثورة الصحافي نسيب المتني ثورة 58، أو من معروف سعد آخر اللي هو بداية الحرب كان سبب بداية الحرب. نعم. أحسب هيك قلنا نحن أنه قد تستغل بعض المظاهرات أو شيء لأعمال شغل. نعم. تعرف البلد منه مرتاح، إنما نحن مع هالشباب مع هالمجموعة اللي هي راسة الأمرين. نعم. وستمر معهم وبهاليومين إذا ما حصل تطور إيجابي، لأنه نحن اليوم الخميس يعني، نعم، والجمعة بكرة نص النهار. إذا ما حصل تطور إيجابي أنا بتلاقيني وهن بيعرفوا أني أنا قدامهم بالشارع للمطالبة بحقوق. إن شاء الله خير. دكتور أسمر بدو يسألك، مارون الخولي ضيفنا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، سؤال بهذه الإطلالة. تفضل. نعم. رئيس مشتاقين لك أول شيء. يعطيك ألف عافية. بالحقيقة يا رئيس يعني أنت حريص ما بدو مين يقول لك عن هذا الموضوع، ولكن عم نحكي على 1793 عامل. حقيقة رئيس يعني اليوم بلبنان يعني أكبر يعني إذا بتاخد 10 معامل ما فيهم 1700، وبالتالي يفترض تكون هذه قضية مركزية للاتحاد العمال العام. واليوم الاتحاد العمال العام اليوم بخطواته اللي عم يمشي فيها حقيقة عم يقدر يعمل إنجازات، ونتمنى هذه تكون خطوة نهائية منك يا رئيس هاي، وتشيل هالتجاذب السياسي من هذا الملف وتقدر تجيب حقوقهم للشباب. أنا بحييك أستاذ مارون وبعرف حرصك على الطبقة العمالية، ونحن بهالاتجاه، وأنا اللي شرحته يمكن هو خارطة الطريق، واتفقت أنا وياهم بهالاجتماعات اللي حصلت مكثفة، هي خارطة الطريق تبدأ بقبول 139 واحد، وكمان مباريات بمجلس الخدمة المدنية من شان قبول الفئة الخامسة، من شان ما ينتج عن الفئة الخامسة، لأنه هذا الحل النهائي لمعضلة هالشباب. غير حل هو كل حلول مؤقتة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التمييع ومزيد من تضييع الوقت. إن شاء الله الحل النهائي هو إدخالهم بملاك كهرباء لبنان، والملاك متوفر يتسع إلى 5000 وظيفة. نعم. إنما مثل ما تفضلت قلت في تجاذب سياسي وطائفي واضح بهالقضية، وهذا تجاذب واضح. واضح يعني. كمان إذا بدك تسمح لي، هشام عوضي يعني عضو لجنة العمال المياومين وواجبات الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان بده يسأل حضرتك سؤال. تفضل. أستاذ بشارة يعطيك العافية. أهلين خي هشام. نحن دائما عم نتشرف لعندك بزياراتنا بخصوص هذا الموضوع. نعم. نحن بنتمنى عليك الإسراع بأقصى سرعة ممكن لحل قضية هالناس هودي، لأنه عن جد الوضع ما بقى محمول أبداً أبداً. الناس صار عندها تململ جداً يعني واضح، وصار في ناس يعني ما بقى تقدر تتحمل وضع النفسي حتى يعني. أنا بتفهم الشيء، وخاصة نحن على أبواب شهر المدارس وشهر الأسطار. صحيح صحيح أستاذ، ونحن بهمنا تكاليفه هائلة على أبواب الشتاء. صحيح 100%. نحن بنتمنى الإسراع بموضوع المشروع تبعنا اللي هو بعهدتك هلا يعني. اللي أنا حكيته هلا. 100% أستاذ بشارة، 100%. هيدا مثل ما نحن بنشكرك كثير كمان على وقوفك جنبنا. نحن ما قلنا فضل، نحن عمال مع خينا النقيب مارون مع المجموعة حبيب. ما قلنا فضل إذا وقفنا مع بعض. هيدا واجبنا ونحن ارتضينا هالواجب. إنما الواقع أنه بلبنان في تجاذبات سياسية مميتة. نعم. وهالتجاذبات هلأ راح تروح اقتصاد لبنان كانت. يعني إحنا اليوم اللقاء بالاتحاد العمالي العام التشاوري هو لإعطاء انطباع أنه فرقاء الإنتاج عم يروقوا علينا، وأنا طرحت أنه هالتنصل السياسي عن الاقتصاد. نعم. يعني كل حفلة سياسية بتكلف الاقتصاد المبالغ الهائلة وتؤدي إلى عدم استقرار نقدي وإلى تدخل المصرف المركزي. الحقيقة أنه لبنان نحن نعيش مرحلة
كثير صعبة، إنما بتعاوننا مع الشباب العمال أنا بقول بهالروحية اللي عم نتعاطى فيها باتجاه المسؤولين وبمحلات عم تكون جازمة. يعني نحن وقت لازم إنه ننزل على الشارع بيعرفوا الشباب إنه نزلنا على وزارة الطاقة وعملنا ما لا يعمل. يعني الله يقدرك، الله يقدرك على كل الخير. نحن بيسوى إنه بهالمرحلة شوي بالذات نطول بالنا، الأمور شوي تسوي مش أكثر. ان شاء الله خير. شكرا لرئيس الاتحاد العمالي العام استاذ نولا. انا بدي اشكرك صديقي الدكتور بشارة الاسمر. طبعا الموضوع كثير مهم يعني وبينحكى فيه مثل ما وعد، نحن كمان راح نكون متابعين، ولكن بالخلاصه انتم بعد كل اللي سمعتوه راح تنقل لزملائك اكيد يعني توجهات فخامه الرئيس وشو قال له لدكتور بشارة الاسمر اكيد، وان شاء الله نقدر نكون حدكم نحن لحتى تقدر توصلكم كل حقوقكم ان شاء الله خير. طبعا اصدقائي رح نتابع معكم مشاكل وحلول، ولكن اسمحوا لي نوقف مع فاصل اعلاني بريك ونعود الى المتابعه. شباب ومنتابع قبل وبعد الهواء بدنا نضل نحكي تفاصيل وراء وامام الكواليس. ابدا لاقي في شيء بيتخبى ما بينحكى، بنكون عم نحل المشكله بنقول خليها وراء الكواليس يعني، ولا كل شيء بينحكى عادي؟ بلا كل شيء بنحكى عادي. القضايا العمالية بدك تتعاطى بشفافية، وبالتالي مسألة الشفافية لأنه أول ما بتتخبى وراء الكواليس عن في قبض. شو كنت عم بتقول له هلا؟ لا عم نحكي إنه كيفية تحريك الموضوع ال 100 يومين. حقيقة موضوع ال 100 يومين ما بقى لازم يتأخر أبدا أبدا. وبعدين عم نحكي على شريحة كثير كبيرة تعذبت. نعم. وحقيقة مش بس قدموا شهداء، قدموا تضحيات على الطريق. كلكم لبنانيين ميومين؟ كلنا مفترض يكون كلنا مفترض يكون صافي 100% صافي مطابق للمواصفات. مطابق ودي بنذكر الوزير هاي البوفاوند وزير. طب اللي بدي اقول لك اياه هلا استاذ مرور، يعني موضوع الواقع الاقتصادي، الشباب عندنا لانه ما قبضوا ولانه في ضيقه اقتصاديه، والواقع بيقول دوره بدها تبدا، بنشتغل تنقبض لندفع نرجع نعوز نرجع نتدين نرجع مسيره متكامله، ولكن في شكوى مستفحله بهالوقت، وعم بيقولوا انه بالاضافه للاوضاع الاقتصاديه الضاغطه في عماله اجنبيه. وزاره العمل دخلت على الخط، عملت بيان 1 2 3 لحتى يكون في مراقبه، واوعزت الى البلديات عبر وزاره الداخليه لحتى يكون في تدقيق واقفال كل المؤسسات الغير لبنانيه وما عندها تراخيص. يعني بهذه الحاله حضرتك كيف بتشوف السوق بهذه المرحله وفق القرارات يلي هلا نحن عم نواكبها ونتبعها؟ لك كثير من القرارات ولك قليل من الاعمال، يعني حتى نكون منطقيين. يعني ما بتتنفذ يعني القرارات؟ لا مش ما بتتنفذ، يعني بتسمع كثير بس نعم. ولكن على ارض الواقع ما في شيء مغير. نعم. يعني اذا بيجي اليوم بنزل انا وياك اليوم على السوق بتلاقي كل شيء بعضه مثل ما هو، يعني ما في تغيير، يعني ما بتلمس هذا التغيير. بتسمع بتصير في حملات، يعني بتاخذ حمله مثلا، حمله بالشارع فلاني بمنطقه فلانيه بوقت معين، بتنتهي الحمله بيرجع كل شيء لوضعه الطبيعي، وبالتالي عم تروح القصه اعلاميه اكثر ما عم تكون القصه اجراءات حقيقيه. لانه نحن ما ننسى كمان اليوم نحن واقعين بازمه كبيره، يعني عم نحكي على 2 مليون سوري لاجئ او نازح سوري. طب نستبدل اللبناني بالسوري يعني تحت ضائقه اقتصاديه؟ ما هي الكارثه الكبيره هون عم نحكي نحن. يعني امبارح شركه السلطان تي اس سي هلا سكرت، كان عندهم اعتصام امام وزاره العدليه وكمان طرحوا الصوت وقالوا انه بالسابق كانوا عم يستبدلوا اللبناني بالسوري ووصلوا لحتى صاروا كلهم برا هلا. وهيدي الصرخه طلعت لانه صاروا كلهم برا، ولكن كل يوم نحن عندك المشكله بلبنان اليوم انه الحركه العماليه اليوم موزعه، بمعنى اخر ما عندك كتل عماليه تطلع صرخه بشكل كامل. يعني بتيجي اليوم بيجي مؤسسه بفوتوا لك 10 سوريين، بيكون كل مؤسسه فيها شي 50، وبصير في عندك 10 من قلب 50، وبالتالي الصرخه بصير في صرف، يعني بيصرف لك عامل او اثنين او ثلاثه ما بتطلع الصرخه، ولكن خذوا على مستوى كل لبنان. نعم. كارثه كبيره حقيقه، في عندنا ماساه. خلينا نستعرض اجواء يعني وتفاصيل هذه الكارثه مع مرلان عطل رئيس دائره مراقبه عمل الاجانب بوزاره العمل. الو الو الو، يعطيك العافيه مرلان. الله يعافيك يا رب. انا بدي احييك مع ضيفنا مارون الخولي وضيف الاستاذ هشام عودي كمان. تحيه لك استاذ وتحيه لضيوفك. شكرا لك. يعني سؤال بديهي بيطرح نفسه اليوم، وزاره العمل جاده جدا وجديه بعدم استبدال العماله يعني او العمال الاجانب اللبنانيين باجانب بهذه المرحله. كان في وقف امبارح امام وزاره العدل
لعمالة تي اس سي شركة السلطان اللي هلأ صاروا كلهم برا تقريبا، يعني من وحي هذه المشكلة خلينا نأخذ عبرة ونقول لباقي المؤسسات وللعمال على هذا المنهاج مفترض أن نتابع حتى ما نوصل للي وصلوا له الجماعة، ومفترض كلنا نوقف حدهم. شو صار على الأرض؟ أساساً الأولى لا شك أنه بمعالي الوزير محمد كبارة عنده ترشيحات أساسية بهذا المجال بوجوب الحفاظ على اليد العامة المتنين. نعم. وبهذا الإطار معالي الوزير كثير عم بيضيق على مسألة استخدام اليد العاملة الأجنبية، لأنه هي الأولوية لليد العاملة اللبنانية والأفضلية بالعمل، وبتصور هو هذا هدف وجود وزارة العمل يلي هو الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية. نحن بهذا الإطار وبظل الأزمة الموجودة حاليا ونتيجة تصاعد شكاوى الناس نتيجة المنافسة باليد العاملة السورية، ضمن إمكانيات وزارة العمل ضمن الطاقة الموجودة عندنا، نحن نسعى دائما إلى أنه نعمل تفتيش على المؤسسات والشركات التي تقوم باستخدام أجراء أجانب، ونحن والمفتشين عم بيراقبوا لحتى هالأجراء الأجانب هل هن موجودين يعملون لديها بصورة نظامية أو لا، وعم بياخذوا الإجراءات الإدارية المناسبة بهذا المجال. هلا بالنسبة للي طرحته عملية الصرف اللي عم بتصير حاليا بالنسبة للأجراء اللبنانيين، نعم، بتصور هيدا يمكن ناتج عن الظروف الاقتصادية اللي عم بمر فيها البلد حاليا. في بعض الشركات عم تعاني من واقع اقتصادي خانق عم بيؤدي لإلحاق خسائر فيها لهيدي الشركة، الأمر عم بشكل صعوبة إنها تقدر تحافظ على وجود العمال اللبنانيين، وبتصور إنه يمكن الأسباب ما عم بتكون استبدالهم بيد عاملة أجنبية، إنما نتيجة ظروف مالية قاسية عم بتمر فيها هذه الشركات، الأمر اللي عم بيترتب عليه إنه إنهاء عقود العديد من الأجراء اللبنانيين. قديش عم تقدروا إذا بتسمحي لي بس قديش أنتم عم تقدروا كوزارة تكونوا إلى جانب العمال في ظل الأوضاع اللي حضرتك هلا عم تشرحيها؟ أوكي. أستاذ نقول أنا مثل ما قلت لك نحن الأولوية بالعمل هي باليد العاملة. نعم. نحن عم نسعى دايما ونشدد على الشركات إنه لازم يتم عملية إعادة استخدام الأجراء اللي عم بتم صرفهم من العمل، حتى أعطي توجيهاته للمؤسسة الوطنية للاستخدام كمان بهذا الإطار لإيجاد فرص عمل له بأدب. نعم. لا شك إنه الواقع صعب لا شك، ومثل ما بتعرف الظروف الاقتصادية اللي عم نمر فيها حاليا، ولكن نحن عم نسعى بكافة إجراءاتنا الإدارية وأجهزتنا الإدارية إلى أول شيء تأمين التعويض العادل بالنسبة للأجرة اللي عم بنصرفه من خلال توجيههم لكيف بده يحصلوا حقوقهم، من خلال السعي إلى مراقبة الشركات إذا عم بتتم استبدالهم بيد عاملة أجنبية، نعم، ومن خلال كمان إلزام هذه الشركات في حال تم تحسين ظروفها الاقتصادية الأولوية بفرص العمل بدها تكون بالنسبة للأجراء اللبنانيين ولا سيما الأجراء اللي عم بتم إنهاء عقود. نعم. ستنا يعني استاذ مارون الخولي ضيفنا هو رئيس الاتحاد العام لنقابه عمال لبنان، اكيد بتعرفيه كمان، يعني عنده سؤال بده يتوجه لك بهذا الموضوع، تفضل. اوكي استاذ مريم، اول شيء بدي اقول يعطيك العافيه، حقيقه انت من الناشطين جدا بالوزاره وانا بحييك، الله يخليك. ولكن بدي اسالك استاذ مريم، حقيقه يعني سمعنا اليوم على المقررات او قرارات الوزير، انا بدي اقول هل في عم في قرارات رادعه، يعني في غرامات رادعة مثلا صاحب عمل صرف بدل عامل لبناني بعامل سوري، هل عم بيكون في قرار رادع او غرامة رادعة تخوف هالاصحاب العمل تما ياخذوا مع الخطوات؟ نقيب انا بحب اقول لك انه نحن وزير العمل نطلع قرار فاصدر قرار، هذا القرار اللي بحدد فيه المهن هي يلي محصورة فقط باللبنانيين يلي التي يمنع على الاجانب انه يقدروا يزاولوا هيدي المهن. انطلاقا من هيدا القرار نحن عم نراقب عمل المؤسسات إذا عم بتقوم باستخدام أجراء أجانب بما يخالف المهن المحصورة باللبنانيين. مظبوط. وبهذا الإطار إذا تبين أن الشركة أو المؤسسة تقوم باستخدام أجراء أجانب بغير الصفة المعطاه لهم بموجب إجازات العمل أو عم بتقوم باستخدامهم بدون الحصول على إجازات عمل، نعم، أكيد عم بيتم تنظيم محاضر ضبط بحق هذه الشركات. نعم. محاضر الضبط عم بتكون أنتو مثل ما بتعرف حسب محدد بالقانون أنه مليونين ونص، أو يعني في محضر بتنظم بحق الأجير عن الأجير الأجنبي وعن صاحب العمل. هلا أنا مثل ما قلت لك إنه نحن يمكن إمكانيات الوزارة شوي إنه صعبة لأنه عدد مفتشي العمل عنا قليل، يمكن بظل الواقع الموجود حاليا مثل ما قلنا لسيما بوجود العمل السورية، ولكن نحن عم نسعى ضمن إمكانياتنا لضبط هالمخالفات اللي بنسميها وللحد من استخدام الأجراء الأجانب. طب استاذي بدون إجازات عمل. استاذي مرلين بدي اسالك سؤال بس اذا بتسمحي لي، يعني هلا معنا هشام عودي عضو لجنه العمال الميومين وواجبات الاقراء بكهرباء لبنان، وقت اللي الشركه بتتاخر عن الدفع لموظفيها اجورهم الشهريه المعتاده
اوكي. شو دور وزارة العمل يعني هون بنقول بكير لحتى نوصل لشكوى، ولا هل من ضغط، هل من وساطة بتقوم فيها الوزارة هون؟ إذا نقولها بهذا الإطار، أنا بتمنى على الأجراء يلي صاحب العمل إنه بيتأخر عن تسديد الأجور لإلهم إنه ينظموا حالهم ويجوا على الوزارة يقدموا بشكوى. هيدي الشكوى نحن بتكون عندنا موضوع متابعة حساسة. عم بيقلي راح استاذي قدمنا شكوى. نعم راح وقدموا شكوى. عن أي شركة؟ نعم عن أي شركة؟ دباس. عن أي شركة دباس؟ على الشركات الثلاثة الأربعة. الأربعة هني عم بقول تقدموا بحق شركات مقدمي الخدمات في كهرباء لبنان الأربعة، وخصوصاً دباس. خصوصاً دباس. سألك شو الوضع بشركة دباس؟ نعم. تجد نقول هن في شركات كانوا أخذين التزام مع مؤسسة كهرباء لبنان لتقديم الخدمات، مثل ما بتعرف هيدا وفق عن العمال المياومين يلي نحن عم نعرف وضعهم. هلأ هن إجوا هودي الأجراء قدموا طلب عنا هون، يعني تشكوا بقدموا بشكوى، وهيدي الشكوى هي عم بتكون موضوع متابعة من رئيس دائرة التفتيش عنا بالوزارة. هلأ هن في قسم من هودي الأجراء لما مضيوا كونترايات معه للشركة، بتصور يمكن كان أنه في بنود معينة بهيدي العقود كانت واضحة بالنسبة لهم، يمكن إذا تم استخدامه بمؤسسة كهرباء لبنان يعتبر العقد فاسخ، أو إذا الشركة ما أخذت الالتزام مع المؤسسة يعني ما قدرت مددت هذا الالتزام، الأمر اللي بترتب عليه فسخ العقد. ولكن نحن عم نتابع هذا الموضوع، بعد الموضوع قيد المتابعة من قبل دائرة التفتيش، ونحن كمان ونحن رح نتابع بعضكم. بالنسبة لهذا الملف بالذات، أنت بتعرف الموضوع المثار حاليا اللي هو موضوع العمال المياومين بالشركات المتعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان، يعني هذا الموضوع مثل ما بتصور انه منه موضوع شركه، موضوع تقدر تحله بسيط، يمكن هذا الموضوع انه مرتبط طبعا بمؤسسه عامه، باداره عامه اللي هي وزاره الطاقه كمان يعني بهذا الموضوع. هلا نحن ضمن الامكانيات اللي عندنا عم نسعى لحتى نقدر انه نامن الاجور لهول الاجراء او التعويضات المترتبه لهم، بس انت بتعرف الواقع الموجود حاليا الاداري بالنسبه لهن وموضوعهم هن بالذات، فمثل ما بقول نحن ضمن امكانياتنا عم نجرب اكثر من مرة. انا اسمحي لي اشكرك يعني، ومن خلالك بدي احيي سعاده المدير العام ومعالي الوزير. شكرا لك مارلين عطلنا رئيس. نحن بنتوجه بالتحيه لك ولاهتمامك بقضايا الناس وخلاصيه مع الاجراء والسعي الى توعيتهم بهذا. شكرا يا قلبي، شكرا لك مارلين عطلنا رئيس دائره مراقبه عمل الاجانب في عمل الاجانب في وزاره العمل. يعني انت قلت لي قدمتوا، كنتوا زمان مقدمين؟ قلنا بحدود الاربع اشهر من اول ما بلشت الازمه الماليه بشركتنا. بس بلشتوا اكثر من 4 اشهر ما اثبت يعني الا وصلت الاتحاد العمالي العام لانه حكي معه لعطوكم شهرين. مش الحال يعني بس كان في طبعا متابعه من وزاره العمل، ونحن زرنا مع الوزير محمد كبارة وكمان طرحنا مشكلتنا وقلنا هو انه تفضلوا قدموا شكوى، وقدمنا الشكوى باسم اللجنة ومضت اللجنة عليها كلها سوا يعني ان شاء الله بتوصلكم حقوقكم. قبل ما يدهمنا الوقت، يعني الاوضاع الاقتصادية الصعبة والاسعار بهذه المرحلة هي دايما يعني محط اهتمام منك بهذه المرحلة، كيف تقيم الأوضاع انطلاقا من أهمية الجدية اللي عم تاخذها وزارة الاقتصاد بالملاحقة بالمتابعة وباقي الوزارات المعنية؟ لك أنا بدي أقول أنه يعني بدي أعطي كريدي لكل الوزارات، ولكن هذا أحسب مين الكريدي؟ أحسب مين؟ لا بس خليني كمل الجملة. بدي أعطي كريدي أنه عم بقوموا بمهامهم، ولكن هذه المهام ما بتكون شاملة، بمعنى عم تكون جزئية مش مكتملة يعني؟ مش مكتملة لا لأنه ما في قدرة، يعني حتى ما نفنص على اللبنانيين، ما في قدرة يعني، ما في عندك أجهزة. أي وزير اليوم بتحكيه بيقول لك أنا ما عندي، بعد عم تحكي الأستاذ مارلين ما في مفتشين، كمان بيقول لك وزارة الاقتصاد كمان ما في مفتشين يقدروا يرموا على كل شو اسمه، وبالتالي كمان مش بس نقص بالمفتشين، كمان نقص كنا اليوم عندنا نقص بالقرارات، ما في قرارات، مش بس ما في مفتشين يعني، بمعنى آخر اليوم الدولة المفروض تنظر بطريقة مختلفة. يفترض يكون في عندنا لجنة طوارئ اقتصادية اجتماعية، الوضع الاقتصادي في لبنان حقيقة بالأرض، يعني الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية اليوم شيء يرسلها، وبالتالي يفترض يكون في لجنة طوارئ اقتصادية اجتماعية. هذه اللجنة الطوارئ هي اللي بتحط قرارات جديدة، يعني مثلا بتمنع الصرف أو بتجمد مثلا مسائل الصرف، بتمنع موضوع استبدال العمال اللبنانيين بالعمال الأجانب، بتجمد موضوع المادة 50 يوم، بتجي بتقول لك اليوم خي أنت اليوم ما لك حق تصرف، بدك طول بالك، إذا شو ما يكون وضع المؤسسة، هذه المؤسسة المفروض تحمل العمل اليوم. مثلا خذ مثلا مسألة اليوم صار مع المياومين، يفترض اليوم اذا انا بدي اخذ توكيل من الدوله على القليله، هذا التوكيل
بدي احمل في ضمان مقابله بالضبط، بدي احمل بجيبتي على القليل 6 اشهر، ومعاشاته المفروض تكون دين ممتاز، يعني معاشات المقاومين فورت تتامل اخذت التعاقد ولا ما اخذت التعاقد. يفترض طب شو حاططهم عندك يا اخي في 1730 عام، شو حاططهم عندك يا اخي؟ ما بيصير يعني اليوم بدنا ننظر من منظار كل عامل من تحت، وقت بيجي بالعامل بيجي بيقول لك اخي انا مش قادر فوت على بيتي، لا قادر جيب طعم اولادي، لا قادر احط اولادي بالمدارس. هون هيدي مشكلتك، من هون بدك بده ينظر، مش انه ايه من فوق ما بدنا نطلع من فوق تقول الدوله ايه طولوا بالك، ما فيش طول بالك يا اخي. انا اليوم فوت على بيتي ما عندي طعم اولادي. بس بعد اذنك بدي اساله سؤال وبدي ارجع طبعًا. لك قديش قادرين تطولوا بالكم اذا اليوم ما تجدد لشركه دبيس؟ يعني مثل ما عرفنا هلا تجدد لباقي الشركات، لشركه دبيس لا. انتم شو رح يكون موقفكم بعد ما قال بدكم تطولوا بالكم؟ يعني الايديه بالمي مش مثل الايديه بالنار، بعرف نحن شيء طبيعي يعني، ومش رح نقدر كمان نطول بالنا بعد اخر السنه، لانه اخر شيء عنا العقد بينتهي اخر السنه. اخر هاي السنه؟ اخر هاي السنه خلص. نعم هن المفروض يعطونا انذارات، ونحن عم نتروى ونطلب من وزاره العمل انه يطولوا بالهم على موضوع الانذارات لحتى نشوف بلكي تحل حاله الامور من هلا لاخر السنه. ف ما بتصور انا لاخر السنه، بعد اخر السنه فينا نهدي. يعني حترجع للتحرك على الشارع؟ التحرك مش رح يكون تحرك عادي، مش رح يتوقف مفروض طبيعي، مش رح يكون تحرك عادي. طب اليوم انه الشركه بحسب معلوماتكم ما تجدد لها، بده يحل محلها غيرها، ولا انتم رح تنضموا للشركات الثلاثه ويتجزا؟ لا لا نحن كان مطروح ينطرى انه ننضم لشركات تانية او الشركتين الباقيين حدا ياخذ منه او شيء. يعني هلا باقي شركتين ولا ثلاثه؟ هلا باقي اثنين ولا ثلاثه؟ اللي باقي اثنين مع شركتنا ثلاثه يعني. والرابعه وينها؟ هن اربع شركات. الرابعه ماخذه التزام من كهرباء لبنان، شركه لينا متى اللي هي ترايكوم. اللي عم بتدخل مياومين هلا، بدي مرق شغله بس. شركه ترايكوم عم بتمرق مياومين كل فتره. هلا مثلا من هلا لاخر السنه في عندك بحدود ال 128 تقريبا بده يفوتوا على مؤسسه الكهرباء، اللي بنفس الوقت بتقول مؤسسه الكهرباء ما عندها شواغر. في شواغر هلا بحكي منطق، يعني اخر مره قالوا بالاداره، باداره كهرباء لبنان، انه في 3000 مكان شاغر. عندك هلا بامتحان 4-1-4-2 عدد ناجح كمان بحدود ال 139 واحد. نعم هودي ناجحين كمان وقاعدين على جنب. نحن منطالب بحل، يعني منطالب من حضرة فخامة رئيس الجمهورية، يعني بي الكل والأستاذ نبيه بري، دولة الرئيس، دولة الرئيس طبعا الأستاذ نبيه بري، انه يحلونا هذه المسألة. والمسألة يعني ما بدها، يعني نحن بنظرنا اذا كنا نحن بدون الشركات نحن فينا نمشي مؤسسة الكهرباء اللي عم نمشيها نحن ضمن الشركات هلا، وما في داعي لهدر المال هالقد. شو بدك تقول بالختام للي عم يتابعوا كلها؟ كمو يومين بدي اقول لهم قلنا الله من هلا لاخر السنه لنشوف شو فينا نعمل. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله كل خير. اقول لكم طبعا عندنا الاتحاد العمالي وعندنا النقابات الباقيه كلها طبعا. نقيب شو بدك تقول بالختام؟ انا بدي اقول انه بالحقيقه يفترض يصير في هلا عندنا مشكله بالوضع الحكومي، بس يفترض ان شاء الله لا يصير، ان شاء الله ان شاء الله لا، بس اذا صار في تشكيل حكومه جديده يفترض حقيقه ينحط الموضوع الاقتصادي الاجتماعي ينحط على الطاوله، انه هذا هو هذا النار اللي عم تكوي كل الناس، وفي عندنا عن جد في ازمه بالبلد، وبالتالي بدنا نسرع بمساله تصحيح الاجور. يعني اليوم عندنا اشكاليه كبيره من بعد ما الحكومه فرضت هالضرائب وفرضت على كل اللبنانيين، وفي جزء من اللبنانيين اخذ حقوقه، ولكن الجزء الثاني اللي هو عم يدفع كل شيء اليوم ما اخذ حقوقه. هذه كيف حلقه خاصه صار بدي حلقه خاصه. انا بدي اشكرك مرور الخولي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، وايضا هشام عودي عضو لجنه العمال المياومين وواجبات الاكراء في مؤسسه كهرباء لبنان. انا لهون اصدقائي بشكركم وبشكر متابعتكم مع نهايه هذه الحلقه، بنلتقي ان الله رات بكره معكم بحلقه جديده. الى اللقاء.